السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي، في المشتق الثاني من المشتقات وهو مبالغة اسم الفاعل أو صيغ المبالغة، كنا درسنا اسم الفاعل، اليوم ندرس صيغ المبالغة. تعالوا لنرى، صيغ المبالغة تدل على حدوث الفعل بكثرة، مثل بشر فهو بشير، من كثرة ما بشر فهو بشير، من كثرة ما أعطى فهو معطاء، من كثرة ما حمد فهو حماد وحميد. لماذا؟ لأنه يقوم بالفعل على كثرة، أي بكثرة يقوم بالفعل. تعالوا لنرى هذه الأمثلة، هل لها أوزان؟ نعم لها أوزان، 5 أوزان لابد من حفظها. تعالوا لنرى، كن حمادا أنعم الله عليك. حمادا هي صيغة المبالغة، حمادا ما فعلها؟ من حمد. ما وزن حماد؟ فعال. حماد فعال، من حمد، حمد الله. كن مقوالا الخير، مقوالا صيغة المبالغة، مقوالا ما فعلها؟ قال. ما وزن مقوال؟ مفعال، مقوال مفعال. كن وصولا رحمك، وصول من واصل، ما وزنها؟ وصول فعول، وزن وصول فعول. كن حفيظا ود أصدقائك، حفيظا من حفظ، فعلها حفظ، ما وزنها؟ حفيظ فعيل. كن حذرا في التعامل مع المنافق، حذر فعل، حذر فعل وزنها. الآن انتبهوا جميعا، الآن هذه الأفعال ما عدد حروفها؟ حمد، قال، وصل، حفظ، وحذر، 3. هل هذه الأفعال لازمة أم متعدية؟ يعني هل هي لازمة أم تنصب مفعول به؟ بل تنصب مفعول به، تنصب مفعول به. إذن تصاغ صيغ المبالغة، تصاغ صيغ المبالغة من الفعل الثلاثي المتعدي، من الفعل الثلاثي المتعدي. الآن وقد هناك حالات شاذة، نعم هناك حالات قد تصاغ أيضا من الثلاثي اللازم، وقد تصاغ أيضا من فوق الثلاثي. تعالوا لنرى القاعدة ونرى الأوزان. نقول صيغ المبالغة أسماء مشتقة، إذا هذه الأسماء مشتقة، اشتقت، مشتقة للدلالة على حدوث الفعل بكثرة، تدلنا على ماذا؟ حدوث الفعل بكثرة، أو بيان الزيادة في الصفة، بيان ماذا؟ الزيادة في الصفة. وتشتق من ماذا؟ من الثلاثي المتعدي، من الثلاثي المتعدي، يعني الذي ينصب مفعولا به. وقد يصاغ، قد تصاغ أيضا من اللازم، ثلاثي لازم، أو من الرباعي على قلة، يعني في أوقات قليلة جدا، في أوقات قليلة جدا، مثل معطاء من أعطى، رباعي، بشير من بشر، رباعي أيضا، نذير من أنذر، أيضا رباعي. إذا صيغ المبالغة أسماء تشتق للدلالة على حدوث الفعل بكثرة أو بيان الزيادة، أو بيان الزيادة في الصفة، وتشتق من الثلاثي المتعدي، وقد يصاغ من اللازم والرباعي على قلة. الآن ننتقل إلى أوزان هذه الصيغ. صيغ المبالغة 5، فعال، مفعال، فعول، فعيل، وفعل. فعال، مفعال، فعول، فعيل، وفعل. يجب أن تحفظ هذه الأوزان، يجب أن تحفظ. قد تلحق تاء التأنيث صيغ المبالغة، فأقول حفيظ، حفيظة، وصول، وصولة، كما تثنى وتجمع هذه الصيغ وتعرب حسب موقعها في الجملة. والثاب على وزن فعال، والثابان، والثابون، لأن في الجمل إذا كان لدينا جمع نعود به للمفرد، والثابون مفردها، والثاب على وزن فعال صيغة مبالغة. تعالوا لنقرأ النص، تدريب صغير لما أخذناه. كان لأبي منزلة رفيعة، كان لأبي منزلة رفيعة في عمله، يتمتع بحب العاملين معه، وحق له ذلك، أو وحق له ذلك، فقد كان خبيرا بعمله، بصيرا به، حذرا يؤديه، ويؤديه على أكمل وجه بلا خطأ، كما كان حمادا ربه في السراء والضراء، شكورا لنعمه وعطاياه، معطاء للفقراء والمساكين، يواسي العاملين معه ويؤازرهم. أعرب الكلمات الملونة. كان لأبي منزلة، انتبهوا عندما نرى قبل الاسم، الآن أنا عندي كان، كان تأخذ ماذا؟ اسم وخبر، لأن أنا عندي جار ومجرور، أنا أعرف أن من أشكال الخبر الجار والمجرور، الآن فأنا أقول لأبي هي الخبر، معناها أين اسم كان؟ اسم كان منزلة، كان منزلة لأبي، فمنزلة اسم كان مؤخر، مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وحق له ذلك، حق، انتبهوا، حق، أنا إذا ضبطت حق بضم الحاء فهنا مبني لماذا؟ للمجهول،
حقة بنية المجهولة. ذلك ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، واللام للبعد والكاف للخطاب. أعيد، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل ذا التي هي ذال وألف. ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نائب فاعل، اللام للبعد والكاف للخطاب. فقد كان خبيرا، نعم، في السراء والضراء. الواو حرف عطف، الضراء اسم معطوف على السراء مجرور مثله والعم جر بالكسرة. هكذا نكون قد أعربنا. استخرج كل صيغ المبالغة واذكر أوزانها وأفعالها. تعالوا نستخرج صيغ المبالغة. رفيعة، مذكرها رفيع على وزن فعيل، من رفع، رفع فهو رفيع، رفع رفيع. يتمتع بحب العاملين، ما مفرد عاملين، عامل. هذه صيغة ماذا؟ اسم فاعل صحيح، ليست مبالغة. وحق له ذلك، فقد كان خبيرا من خبيرة. خبير، هل هي صيغة مبالغة؟ نعم، فعيل صيغة مبالغة. خبيرا، نحن قلنا ماذا لدينا؟ لدينا رفيعة، نضع خطا تحت صيغ المبالغة التي وجدناها. لدينا مثلا، لدينا رفيعة، لدينا خبير، كان خبير من فعيل، خبيرا فعيلا، بصيرا أيضا على وزن فعيل، أيضا بصير، حذيرا على أي وزن حذيرا؟ بصير من بصورة فهو بصير، حذرا، حذيرا على وزن فعل، حذر على وزن فعل، حذر على وزن فعل، ومن حذرة، ويؤديه على أكمل وجه بلا خطأ، كما كان حمادا، كما كان حمادا. ما وزن حماد؟ فعال، حماد فعال، أيضا من صيغ المبالغة. في السراء والضراء، شكورا، شكورا، ما وزن شكور؟ فعول، صحيح، فعول، ما فعلها؟ شكر، فهو شكور، يعني لنعمه وعطاياه، معطاء، معطاء الفقراء. ما وزن معطاء؟ نعم، ما وزنها؟ مفعال، أحسنتم، معطاء الفقراء والمساكين، يواسي العاملين معه ويؤازرهم. جيد، إذن كم واحدة كم صيغة لدينا؟ 1 2 3 4 5 6 صيغ مبالغة، 6 صيغ مبالغة وجدناها، نعم صغناها. صغ اسم الفاعل وصيغة المبالغة من كل من الأفعال. الآن قرأ، ما اسم الفاعل من قرأ؟ ما اسم الفاعل من قرأ؟ ماذا؟ اسم الفاعل من قرأ فهو قارئ، فهو ماذا؟ قارئ. جيد، المبالغة أستطيع أن أقول قرأ أو قروء على وزن فعول. قرأ، سأقول المبالغة قرأ، المبالغة قرأ. ماذا لدينا؟ سمع، اسم الفاعل من سمع، سامع، سمع فهو سامع على وزن فاعل، اسم الفاعل من الثلاثي، نضعها في الناحية الأخرى، سمع فهو سامع، فهو ماذا؟ نعم سامع، سنقول سامع. طيب، وصيغة المبالغة سميع على وزن فعيل. طيب، أغار يغير فهو مغير، اسم الفاعل مغير. طب صيغة المبالغة مغيار، صيغة المبالغة مغيار، مغيار أي كثير الإغارة. شكر فهو شاكر، فهو ماذا؟ شاكر، اسم فاعل. طيب صيغة المبالغة ماذا؟ شكور، صحيح، شكور على وزن فعول. حلف فهو، حلف فهو ماذا؟ حالف، حلف حالف على وزن فاعل، اسم فاعل. أما صيغة المبالغة، أما صيغة المبالغة فهي ماذا؟ ماذا يمكن أن أقول؟ حلاف على وزن فعال، إذن نقول حلاف على وزن فعال. لنرى ما الأشياء التي لم نكتبها. نعم، أغار فهو مغير، مغير. لدي أيضا سمع فهو سامع وسميع، سامع وسميع. الآن
انتهى درسنا اليوم. إذا صيغ المبالغة هي مشتقات، اشتقاقات من الفعل للدلالة على كثرة حدوث الفعل، لها 5 أوزان: فعول وفعيل ومفعال وفعال وفعل وفعل. لتصاغ صيغة المبالغة من الفعل الثلاثي المتعدي، وقد تصاغ أيضا من الثلاثي اللازم، وقد تصاغ أيضا من الرباعي على قلة يعني بأعداد قليلة. يجب أن تحفظ هذه الأوزان المشهورة لصيغة المبالغة: فعال، مفعال، فعول، فعيل وفعل. يجب أن نحفظها لنبحث عنها في النصوص. أتمنى أن أكون قد أفدتكم إن شاء الله في درس لاحق إن شاء الله يتبع اسم المفعول، يتبع اسم المفعول. بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.